تحية لك حياك الله. وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني للأسف الشديد الساحة السياسية من حين إلى آخر، وهو دأبنا بعد الثورة تعود إلى حالة من التجاذب والانقسام. أحيانا عنوانه سياسي، وأحيانا عنوانه قانوني، وأحيانا أمني، وأحيانا عسكري بهجمات إرهابية. ولكن في تقديري أنه هذا جزء من عثرات الثورة التي تحاول أن تعزز نفسها في المشهد السياسي التونسي. الحقيقة أنه يعني الأمر عندما يتعلق باتهامات هي تصدر ولا تزال عن جهة دأبت للأسف الشديد على استعادة خطاب النظام القديم قبل الثورة. نحن أكثر جهة كانت توجه لنا هذا الاتهام هي بل وكان يجعله مبررا للإقصاء ولمصادرة الحريات، ليس فقط لحق النهضة في العمل وإنما لحق كل الأطراف السياسية في العمل بشهادة جميع القوى المجتمع المدني والسياسي في البلاد. ولذلك في تقديري عندما تتحول يعني الجبهة الشعبية إلى يعني في برنامجها وتتمحض للحرب على النهضة، سواء في عهد الترويكا، سواء في عهد الائتلاف مع حزب نداء تونس، سواء في هذه المرحلة، هي باستمرار تضع نصب عينها أن المعركة الأساسية في تونس هي مع حركة النهضة. للأسف الشديد يعني نحن كثير من الأحيان حاولنا أن نتجاهل ونتجاوز هذا الخطاب. الأستاذ يوسف نحييه بالمناسبة، ولكن هو يتحدث على أنه النهضة تجنبت وكأنها تجد، ليس هنالك لا حرج ولا شيء، ولكن اتهامات الجبهة المتكررة. نحن حزب مسؤول يتحمل المسؤولية في البلاد،